في هذا المخاض الصعب وفي هذه المرحلة الانتقالية على إرساء الديمقراطية، حيث نحن نريد أن نمر بتونس إلى القرن 21، والآخرون يريدون أن يرجعون إلى القرن 7. يعني وهذا نداء مباشر إلى فرنسا وإلى أوروبا، وهناك تصريحات أخرى لمسؤولين. هذا نداء سأتعلك المجال. نعم. هذا نداء مباشر، ولكن السؤال الآن، لو أرادت فرنسا وكان لها نية أن تؤثر وتعيد رسم الخارج